كلينيك صوت لبنان. كلينيك صوت لبنان من جديد، برحب فيكم جميعا أصدقائي وصحة القلب، يعني على الموعد ولو مأخر كم دقيقة. الدكتور توني نعمة الاختصاصي بأمراض القلب والشرايين، تمييل البالون روسور، كل المشاكل المرتبطة بالقلب. دكتور نعمة، قبل ما نبتدي مع أسئلة المستمعين، يعني أوجاع الصدر هي من العلامات يعني يلي الكل بيعرفوها عن أزمات القلب، بس في عوارض تانية ممكن ما تخلينا نشك، ممكن تجي العوارض الأخرى من دون وجع بالصدر؟ أكيد أو أكيد. ممكن. وجع القلب في يكون كل شي بين الحنك التحتاني والذكرى، كل شي بين الحنك والذكرى في يكون وجع قلب. يعني ممكن يوجع حنك أو برافو، لكن بما في الإيدين، يعني أصبع صغير كونه موجود بهالمنطقة في يكون تحت الذكرى بطل قلب، وفوق الحنك بطل قلب. مش لأنه نحن عم نحدد منطقة جغرافية يعني، لأنه الأعصاب اللي بتجي طالعة من القلب مسؤولة عن الوجع بتعطي تمدد على المناطق. يعني فيكم أصبعك صغير عم بوجعك، يكون أصبعك الكبير عم بوجعك، في عندك كوعك عم بوجعك، وجع الإيد لوحده شمال أو اليمين فيكم، انتبه. وممكن اثنين، ممكن اثنين، بس اكثر شيء دايرج وجع الصدر والكتف، والاكيد ما يعني مشهوره قصه الله يرحمه رياض شراره وجع كتف وعملوا له مساج سنتين، عرفتي كيف؟ لانه اعتبروا روماتيزم 100%. مشان هيك كل شيء بين القلب، كل شيء بين الذكرى والحنك التحتاني لعمر فوق ال 50 سنه، خصوصا اذا بيدخن او عنده سكري، يعتبر قلب تثبت العكس. ونفس الوقت في كتير شغلات بالصدر بتعطي اوجاع ما بتكون بالقلب، الكين الاوزوفاج، الكين العضلات، الكين الغشاء الريه، الكين غشاء القلب، الكين العظم، بس كل اعصاب اكثر شيء. بس للاسف هودي بدك اهم شيء تحكي مع حكيم وجعك خاص الوجع، لانه المريض بفرز عم يدخن، عنده ضغط، عنده كوليسترول، عنده وراثي، اهم شيء. او اذا ما في اي سي بالستوديو كمان. دكتور نعمي، الوراثي يبدو انه شغله مهمه كثير. الوراثي يعني من عمر صغير بيقولوا من العشرين وطالع، في عندك ما لازم نستخف بالعوارض، ما بدها شيء مدام في واحد بيقولوا لك شو بيشبه بيو بس يخلف او بيشبه امه، في اولاد ما بيشبهوا لا بيو ولا امه، صح ولا لا؟ نفس الشيء وراثه الشرايين، في يكون وارد شرايين هني زيتهم من بيو امه، هي شغله بتكون كثير قويه، وفي يكون مش وارد منه الا 10%، مثل الشبه من برا، مثل الوجه، مثل الشعرات، اذا واحد شعره بقرع ولا ما بقرع، مثل اذا صبيعه صار ولا طوال. بس يعني انا قصدي انه اذا حدا اذا عنده ورتين من اهله شغله كبيره، فبلش من 30 سنه خاصه بدخن، بده يبلش من عمر صغير 100%. في باي 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 عمر حاله. ليش بتسموا اول ساعه من الازمه القلبيه الساعه الذهبيه؟ يعني فيها تكون اول دقيقه، لانه بعد ساعه ونص بيكون عضله القلب ميتت شبه كليا، او بعد ساعتين شبه كليا. ما في شيء بالطب 100%، واحد زائد واحد بالطب ما بيساوي اثنين، بس في عندك حلين. اول حال انه انت السرعه اكيد كثير مهمه، اذا تحت الساعه اكيد عضله القلب بعد ما ماتت، اذا فتحت الشريان مزبوط بتضل العضله مصدومه وبتضل لا بتنشل بس ترجع طبيعيه. بس اذا كل ما الطاوله اكثر كل ما في شقفه منها بترجع 100% ميته. وما تمامت العضله 100% ما في شيء بيرجع. نعم اوكي، بس بكل احوال ذهبيه مش ذهبيه، لانه طبعا ساعه مهمه يعني كثير مهمه، باثر على وقت يوصل المريض اكيد باثر عمر الشخص، باثر عمر الشخص كمان. خليني اذكر الاصدقاء المستمعين بارقام التليفون 01-325-555، اذا كنتوا عم تتصلوا من خلال السيلولار 76-611-003 او 005، بالاضافه للواتساب للرسائل المكتوبه فقط 76-611-001. الرقم بيخلص ب 4-6. بتقول زوجي بياخد دواء ضغط ومعه سكري عامل 2 روسار، بحس اوقات انه قلبه رح يوقف لثواني، دايما بتصير معه، هل معه قطش بالقلب؟ بدنا مزبوط، بس بده هي تتظبط على الدواء، بتظبط على الدواء. يعني هيدي بده تقلج دواء مبدئيا، وبده يعمل فحص مجهود اشوف اذا هالقطش بتزيد مع المجهود ولا لا. أوكي. يعني مؤشر جدي ما فيهم يتغاضوا عنه 100%. مؤشر جدي، بس انا حسب خبرتي هذا الموضوع ما كتير خطر ابدا وما كتير مهم، بس ده واحد يطمن بيه له كونه يعمل رصاب، يعمل فحص مجهود نعم، وبده يعمل يضبط الدواء تبعه 100%.
دكتور نعمي، في خبر اليوم لفتني انه دراسة جديدة حول مشد صغير بيتناسب مع الأوردة، واعتبروا أنه بالإمكان أنقاذ آلاف المرضى من تكرار جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي لعلاج الذبحة الصدرية. مشد؟ يعني هي ما في كولون كمان؟ ما بدنا نشوف ايش القصة، كيف المشد وين بتحطيه وين كذا، يعني كل شيء فيك تعمل مشد، اذا قشط ضغطك في علق بلا بلا مفروض لا هو مشد للشريان بس للشريان. وين بتحطيه كيف تحطيه؟ ما بدنا نقرا عنه، بدنا نشوف شو التفاصيل. كلمة مشد شوي للمتابعة بطب القلب شوي ضعيفة، مثل الرسور لما بتقول الرسور فكر لا لا الرسور شغلة كبيرة. هلا خلينا ناخذ اتصال. الو بونجور، اهلا، بدي اسال الدكتور. انا حاطه عندي 2 رسورات وبشرب كل يوم الصبح كبايه رمان وعشيه كبايه رمان. قريت عنه بالجوجل بيقولوا انه الرمان بيفتح شرايين، ممكن يحرك الرسورات رمان؟ نعم. لا الموز، الموز بصحة الرسورات، الرمان لا. أسئلة ما كتير يعني منطقية. لا بيقولوا مثلا الشريان بيفتحوا لأنه الرمان شوي فازو ديلاتاتور بسيط، يعني شيء بسيط جدا. هيدا حكي، هيدا حكي بيحتوي على مضادات. لا لا ماشي، لا يعني. لا 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 ما أنا عليه بعض نهائيا، حتى بتفتح الشرير أنا مش بقدر على أنتي أكسيدون. إيه أنتي أكسيدون؟ يعني في نوعية مواد احسن من بقيه السكاكين وبقيه السكرات السكريات يعني، بس لا بيفتح الشرايين ولا بيزحط الرسورات، ما له تاثير ابدا. نعم، على كل حال جيد الرمان. بعدك تستوضح شيء؟ بنبقى مشرب يعني رمان ما له علاقه. لا منيح الرمان، بس انه مش انه مش الرسورات يعني، عرفت كيف؟ يعني مش دواء بالنهايه، ما مش دواء ابدا. نعم. اذا بتغسل، اذا بتغسل السياره بصابون منيح ما بياثر على الموتور. نعم. أوكي حبيبي، أهلا وسهلا فيك. أهلا أيضا اتصال. ألو، يعطيكم العافية. الله يعافيك. بدي أسأل من فضلك الحكيم إنه بدي أتبع درسي. نعم. وأنا عم بأخذ الأسبيكوت، فيني وقفه 3 أيام؟ شو هيدا برضو معي؟ بتبع درسه وبيأخذ المسيد الدم عطول عطول 5 أيام قبل عم بلش الاتصال هون، عم ينتهي الجواب هون. لا يعني بوقف فيني مش وقف المسيل الدم، مسيل الدم عطول بوقفه قبل 5 أيام. ما بيعمل مشكلة على الرسول؟ لا لا انتبه، حسب امتى حاطه، ده صارك حاطه سنتين وقفه 10 أيام لازم، ما في مشكله ساعتها. بس انه خليك على 5، انت عم بمزح. 5 أيام هي الوقت الجيد. اهلا وسهلا فيك. رقم بيخلص 302، شو سبب وخزيت مثل الكهرباء على جنب الركبه؟ ما لا لا، كل شيء كل شيء عضلات، كل شيء عضلات في بقلبها عصب، كل عضل في وصل له عصب، كل عصب بيعمل اكسيتاسيون، في يعمل نكز، فيها تكون بالصدر، فيها تكون بالرقبة، فيها تكون بالظهر، فيها تكون بالراس، فيها تكون مكان. نعم. جميلة بتقول زوجي من يومين صار معه وجع بأسفل البطن، هو عامل 2 رسور وبيدخن وبعده موجوع، برأيك من شو؟ بده يعمل فحص دم على السريع، سيبكا سيبكا ام بي وتروبونين، ويعمل تخطيط قلب على السريع. حتى لو الوجع أسفل البطن، حتى لو الوجع اسفل البطن، اسفل البطن تحت الذكرى ولا لا، بس انه انا بالنسبه لي اللي بالوجع ببلش فوق الذكرى او بمد له تحت، تبعت كيف؟ نعم. بس اجمالا قليل قليل جدا جدا تكون هالسيمتوم. نعم. بس انه ما بيمنع انه تعمل سيبكا سيبكا ام بي، تخطيط قلب وتروبونين، عامل لك اياهم على الهواء تحفظيهم وبس. وإذا ما نسيتيه فحص الدم تبع القلب المختبر بيسموه، تبع الذبحة القلبية. بس قال بتقول لما بنخ على الواطي بحس الدم نزل على راسي وبنمل راسي، صارت معي مرتين بالأسبوع. عمري 41 سنة، وبس علقت إبرة الحديد، علقت إبرة الحديد كان ضغطي 10/6. هالشي بشو بيتفسر؟ ماشي ماشي كلها، لا تنخ على الواطي، تنخ على العالي، هودي إحساسات مع أي معنى، ضغط واطي عظيم، وضع كتير منيح، الحديد ما بيعلي ضغط لبواطي الضغط، وتنخ كيف ما بدها على الواطي وعلى العيله. ما في ما له معنى، ما له علاقات ببعضه، ما في شيء هيك، ما في شيء هيك بالطب، ده حكي صالونات. كمان ساره بدي اسال، العب او ضيق النفس بحس حالي رح يوقف القلب، هل لها علاقه فعلا بالقلب؟ ساره قد ايه العمر؟ ده العمر والدخن، ما بتدخن، اذا بتدخن وعندها سكري بتعمل فحوصات بكره، إذا بتدخل عن سكر الكوليسترول بتعمل تميل، إذا ده عمره كل شيء بتفرق. نعم. بس هيدي العوارض فيها تكون عوارض أعصاب. ونفس الوقت ما فينا نعتبر أعصاب حسب العمر والدخان وكل شيء. مزبوط. ناخد اتصال. ألو.
بونجور. أهلا. بس بدي أسأل الدكتور إذا الضغط كان 10/9 مثلا، هذا القرب لبعضه بيوحي بشي لينتبه الإنسان؟ ما يكون في مشكلة بالمكنة، مش معقول يكون في هالدرجة واحدة بس. بدك شوفي المكنة، أي نوع مكنة أو الدايني تبع شخص عم يخلط ضغط. الإلكترونيك لا 10/9 قليل جدا، بس يكون الضغط الواطي بيعطي على طول دبيزي، على طول بيعطي شو اسمه شغلات غلط. بس اجمالا بيطلع الضغط الواطي عندي عالي، يعني من 8-9 هيك على طول. اذا 10 في عالي بعدنا منيح. ده عمرك؟ عمري 57. يعني انا محلك بعمل صوره صوتيه وفحص مجنون. بعملهم كل سنه بعملهم. ايه خلص انسي. ايه انسي وضع كثير منيح. مرسي دكتور. كل سنه عيديهم عظيم. اهلا وسهلا. عم بيخلص 3-6. قد ايه بتدوم عوارض القلب اذا كان في وجع بالحنك لنتاكد؟ لانه في ضل وجع الحنك اوقات وبالوجع وبيروح لدقائق. لا اذا اشتبه انا هذا باكد له تقريبا انه هذا مش وجع قلب، يعني انتبه ما له عليها، بس انه بالاخير وجع القلب اذا كان شريان صغير في ضل كل نهار موجوع واحد ما يصيبه شيء، لانه الشريان الصغير مش حيموته، بيعملوا ذبحه صغيره. اذا الشريان عم يسكر ويفتح في وجعه حنكه دقيقتين ثلاثه يرجع بعدين بس يفتح يسكر، لانه كيف يفتح الشريان لحاله؟ كان مسكر شريان 90% على البلد بيزن بسنين بس روحي على الشوب بيوقف. هذا سبب. إذا مش أبقى الكول بيفتح شوي، لأن الكول كأنه مسيل ونفس الوقت بيفتح الشرايين، يعني حسب الظروف طبعا. إذا زعل بيسكر، إذا بصعد بيفتح شوي، مش بس ما فين تكل على الشغلات، فهمت كيف يصير؟ طبعا ما فين يصير نصير نشربوا الكول ونقعدوا بالشوب ونضحكوا مشان يضاين على المستشفى. لا بدنا نظبط الأمور كلها سوا، إما نحط له كيس تيزبط يروح على المستشفى. أزبط إنه يروح على المستشفى. عم بيصير يعني تصوري أنت بدنا نقعدوا بالشوب مثل ما أنتوا عاملين، شربي كيس ونضحكوا. هلا في عطل بسيط وعم بيشتغلوا عليه، بتعلقوا معي الكيس وعلى الهواء دغري. رقم بيخلص 079 بيقول عامل عملية الغدة من سنة ونص، من 10 أيام عمل صورة للغدة وفحص دم ما بين شيء، بيضل معه ضيقة نفس بس عمالة الشمال وبصير عنده ورم بسيط على الشمال. برافو عليك. عم نحكي العمر 34 سنة. الورم على الشمال وعليه عمل عملية أوقات، لأنه بيكون هنا عملوا عملية في شريان صغيرة بيسكروها، بصير في عندي تجمع مي تحت الجلد أو بالعضل، ما بيقسم أنا شيء أبدا. العبقة كونه عمره صغير مبدئيا ما أنا شيء، بس مش للأسف إنه كوني حكيم بدي أقول عمل صورة صوتية وفحص مجهود مش غلط أبدا، ويراجع حكيم الغدة. أوكي، بس مبدئيا كلها هيدي عوارض بين أعصاب وبين غدة وبين شيء من عملية الغدة، ما في شيء أبدا مهم يعني. الرقم بيخلص ب 25، ما بعرف إذا بتجاوب على هالسؤال. بتقول بنتي بس صار عمرها 3 شهور تبين فتحة على الرواية، بس عطاها الحكيم دواء اللانوكسين بتاخده. بدي تبع حكيم، هذا غير اختصاص نهائيا، بدي تبع حكيم أطفال القلب. في 5 أو 6 بلبنان من أشطر حكمة بالعالم. نعم. كله سوي مين ما راح، بس أهم شيء يكون حكيم أطفال للقلب. بالفعل عددهم ليلها اختصاص كتير حلو، كتير حلو، وكلهم سوا جيدين. بده تبع متابعة دقيقة عند حكمة اختصاصين قلب أطفال. غير تخصص تقريبا تبعنا فعلا، لانه يعني قلب الطفل مختلف. لا 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 مش لا 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 نفس الشيء. المشاكل تبعه برافو عليك، المشاكل تبعه والفتحات تبعه والغلقات تبعه، بس اذا كان في مشكله، اذا ما في مشكله قلب صغير بيخلع نفس الشيء مثل كبير. رقم بيخلص 09، انا باخذ حبه سيالين وضغط بس مزقت بطت اجري وزرقت وصار ينزل الزرق، انا عندي فاريس بس اضغط على صبيعي بيوجعوني. اللي صار معه شغلة طبيعية بسيطة بتروح لحالة، طبيعي الدم بس يصير تحت الجلد، أول شيء بيكون لونه شبه أسود بيصير يزرق شوي شوي وينزل لتحت، بيكون هذا عم بيطيب. نعم، ناخد اتصال. ألو ألو ألو. نعم بونجور. أهلا تفضل. اتصل الحكيم، أنا عملت تخطيط قلبه وكان كله تمام، بس عملت شو عم بصير معي، بس عملت مكنة على المجهود سكرتها كلها، يعني الأعلى سرعة وأعلى شيء انكلينيزون، بس انزل عن المكنة بنقطع نفس نهائيا. ديش عمرك؟ 48. بتدخن؟ لا. عندك بالعيلة بالقلب؟ لا. عندك سكري؟ كمان لا. روح تمشي كل يوم نص ساعة أو ساعة بتنحل مشكلتك.
كل يوم بعمل رياضة. بس ايه برافو خليك هيك وهي شغلة طبيعية ما ناشي أبدا. أنا بس أتعب كتير بالرياضة بحس كأنه راح الأكسجين. ايه لا كتير. مش هيك لأنه أنت بس عم بيقشر بس تعمل رياضة قوي بيعلى ضغطك كتير. بس قشر ضغطك مش عم بيلحق رويتها مش ياخدوا نفس. بتوقف على مهلك أو بس بدك توقف أكتر شيء إذا حسيت هيك فيك ترفع أجريك بس كلها ما بيفيدوك. بتوقف على مهلك ما توقف رياضة فجأة. يعني بالتدريج نوعية شريينك دغري بتمص الضغط وتخليه يوطى شغلة بسيطة سيتون فاريسيون دو لا نورمال انسيه. اوكي خاصة يعني بكمية الاكسجين عم تفوت على الجسم. لا 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 لا, 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 لا عضلة القلب تبع عضلة الرية لأن الضغط عمين إذا ببطل تشتغل مزبوطة تلحق إنه تعطيك أكسجين مثل ما لازم شغلة بتكون لثواني ما إلى أي معنى ما نخطر أبدا. صح لكذا الثانية بترجع بتوع بس أنا ما في أي شيء ماشي 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 انسى خليك مثل مينك بتجني. وقف أوكي. الرياضة بالتدريج حكمي يعني أنت حكمي أنت حكمي أنت ما لين ما عم ترجمينه ما بصير طبعا. أوكي مشكور سلامتك سارة بتقول عمري 50 سنة ما بدخن عندي سكري وضغط وغدي بخدلة دواء العب أو ضيقة النفس للأسف هيد السكري أنا من السكري والدخان بفزعون هي ما بتدخل الحمد لله ما في ما بحكي معهم إلا ما يعملوا صورة صوتية ومجهود ومجبورين يعملوها نعم يعني ما فينا هون لا صورة صوتية ومجهود هون ما فينا نحكي معه مع أنه تقريبا ما في شيء هذا موضوع العبء اللي عندها ما نقل معنا بس أنا ما بيخد فيه نودي عندي صورة صوتية مجهود بيكلفوني نص ساعة وقت ما بيكلفوا شيء حتى ماديا مقبولين جدا قد إبرة البوتوكس تقريبا خاصة عند النسوين بقى مش هناك يعملوه نعم رقم بيخلص 7-5 العمر 42 سنة بيقول أنا موجوع رفش الشمال بيوجعني عملت صور لكل 42 سنة لكل خرزة خلص هلا هو بيشتغل نجار ما فرعني معي نجار أو شيء أي وجع بالكتف أو بالرفش بالقلب. بالإذن منك أي وجع بالكتف أو رقبة بالرقبة أو بالهيدا قبل ما نتهم القلب بنتحرك إيدنا طلوع نزول إذا هالوجع بيزيد أو بيروح أو بيخف معناته هيدا قالوا عليه قبل العضل وجع القلب شو ما عملتي ما بيزيح لا بالعضل ولا بالحركه يعني الحركه اوقات بتزيد الوجع او بتخفف الوجع هيدي بتكون شغله 99% عضل او عظم اوكي وهذا شغلته بتعمل اختبار محل ما عم بوجعك بتحركي طلوع نزول رفع نازلي طالعه بتمشي الحال عبد الكريم شعبان بيسأل الاثنين إذا كانوا منزوعين بيأثروا على الصمامات بيأثروا على الصمامات عشرين أبدا في البكتيريا تبع الموجودة تحت السنين هاي اللي خص السنين مسوسين للأسف فبقى في حدا بالأيام هيك سنينه بتنزل لدغي ديريكت وبتحب كتير الصمام تبع القلب بتعلق على صمام القلب وبتعمل له مشكلة طويلة عريضة للصمام الرقم بيخلص 897 بيقول بونجور أفضل يكون السيستول والدياستول قراب من بعض أو أفضل يكونوا في فرق كبير لا هي ولا هي إذا ما في قرب بعضهم لا ما بدل يعني مفروض يكون فرق طبعاً 4 تقريبا معدله 4 أو 5 يعني المشان هاي بيقولوا 12-8 أو 14-9 أحسن شيء فهمت كيف هي الماكسيموم بالضغط 12-6 مقبول 12-4 بدك تشوفي ليش نعم لانه بس يكون ضغط الواطي واطي كتير الفرق بينه وبين الضغط العالي ساعتها بدنا نعمل صوره صوتيه لصمام الاورت بيعمل هيك بس يكون في انسيفونس اورتيك وبس يكون في عندنا الايكوغرافي نورمال ما عنده هالانسيفونس اورتيك معناتها بيكون طبيعه الانسان في عالم ضغطه بتكون هالقد فرق بينه وواطي بس الاكثر هي الفرق 4 درجات ل5 درجات ل6 درجات مقبول نعم جمال العمر عمره 53 سنة بيقول من جمعة صار عندي تنميل بالراس وبايدي الشمال لمدة 5 دقائق تقريبا ده عمره 53 سنة يدخن ما بعرف اذا بدخ حاولي ماشي خاصة تنميل بالراس بس فوق ال50 يعمل صوره صوتيه مجهود يعني بدك تسكع القصه يعني مش انه كلها بس بدك كونه هالشيء صار معك بدك تعمل صوره صوتيه ومجهود خصوصا اذا بتدخن بس هيدا التنميل على مسؤوليتي ما له اي علاقه خاصة تبع الراس رح اذكر برقم التليفون طالبين تذكير بالرقم للي بده يطرح السؤال مباشره 01-325-555 إذا كنتوا عم تتصلوا من خلال السيلولار 76-611-003 أو 005 كمان في واتساب من كاتيا بتقول صباح الخير زوجي عمره 61 سنة ضغطه 12-6 سكري المخزون
سبعة ونص مغروسك. والعادة 170 بدخن علبة تقريبا ويشرب كيس ويسكي كل يوم. هل لازم ياخد أسبرين؟ ايه ضروري ويعمل صورة صوتية مجهود. عنده شغل تاني منيح جوزيك الويسكي وضغطه. نعم متبقى كل سوا بده أسبرين لازم يرجع يراجع الطبيب. نعم دي عمره العمر 61 سنة. لا بعده ضغطه بس ضروري يعمل هالشغلات. نعم رامي بيقول لك سميرة صارت دكتورة بكل شيء 25 سنة بتستضيف أطباء. بدافع عني. شكرا رامي. أمال بتقول بونجور دكتور أنا عمري 53 سنة معي سكري 150 على الريق عم باخد دواء من فترة صارت المعدة توجعني وصار معي شك بالقلب أخدت حماية للمعدة وراحوا أوكي العوارض بس مش على طول. سكر 150 اليوم طلع 130. تسأل إذا في له علاقة بالقلب. 53 سنة ما تعمل مخزون السكري. مخزون السكري ضروري تنعرف إذا السكري عمله ولا إذا مخزون السكري عالي ساعتها ما تعمل صورة صوتية مجهود. نعم هودي ضروريات للأشخاص يلي عندهم تحديدا مشكلة سكري وراثي. دايما تسأل السكري والضغط والتدخين والوراثي وراثي والعامل الوراثي ايضا بناخذ اتصال. الو الو بونجور اهلا بدي عزك. عمري 53 سنه. نعم المشكله هي في انيفريس دولاورت 55 ومن فتره بحس انه عم بنمي الوجه على ميله الشمال. هل هذا الشيء له علاقه والضغط والضغط عم نراجل جو اخر مره قديش الضغط عم يطلع؟ الضغط هلأ عم يطلع 3/8 تقريبا. عظيم إذا فيك توطي أكتر بعد أحسن عند النسوين. إذا فيك توطي أكتر بيكون أحسن. جربنا نوطي أكتر وطي كتير كتير صار وصل للأربعة ثلاثة ستة ثلاثة. لا مش معقول لا لا هالقد ولا هالقد بدك توطي شوي. إذا بيكون ضغطك 11 على 6 أحلى بكتير. هلأ مش قصة هيدي نحكي فيها عربي بس هيدا التمرين حسب الأورت وينو الأنيفريسم تبعك ببطنك فوق بطنك فوق الرية بالرية بأي محل أبدومينال. بالابدومينال لازم مبدئيا ما يكون لها علاقه بس مش غلط. انت امتى اخر مره عملتي سكان للاورت؟ انا هلا عندي اخر شهر. ايه بتعملي سكان بتدري لنا خبر اذا مش واصل على الكاروتيد لفوق ما بياثر ابدا. وانا رايي انه لا اذا تحت بالابدومين ما لكم ما له عليها بيكون عفوا. عم بتاخذي شيء اسبرين او شيء؟ بلا اسبيكار. ايه مبدئيا بدك تشوفي تعملي سكان وتعدي لنا ضروري. عجلي بالسكان امتى سكانك تبعك؟ اخر هالشهر. ممكن اعملها قبل. اعملي قبل اعملي قبل اعملي قبل لانك عم تحسي هالشي وخليني يوصلوا لك يسموه اونجيو سكان لحديد شرايين الرقبه. لا لعملت شرايين الرقبه. لا لكله يعمل لك اونجيو سكان من رقبتك لتحت. وبتعطينا نتيجه تحت الهواء وبقول لك شو تعملي وقت تنزلي ضغطك. اكيد فينك تنزلي ضغطك 11 على 6. نعم اوكي ضروري تعطينا نتيجه سكانر بس انا حسب تقديري ما قالوا عليها هذا التميل فوق. ما قالوا على الاكتفيت كمان ما قالوا عليها. مثل ما قلت لك مثل ما قلت لك بدنا نشوف اذا اوجاع الاكتفيت تمير اسمع بعضه الاجر بدنا نشوف اذا واصل لفوق ولا لا صار انيفريسم. صار فهمت كيف؟ يعني هو الانيفريسم ابدا مش خطر اذا نعرف امتى ما نعمل له عمليته. نعم هو ديجا بعد بده وقت. على راسي بس اذا هلا هودي العوارض انتبه الانيفريسم امتى نعمل له عمليه؟ يا لما بيكبر كثير يا لما بيعطي عوارض. اذا هالعوارض تبع بوجع بين كتافك ورقبتك لها علاقه فيه وانا بشك فهمتي كيف؟ ساعتها ما نعمل عملية. إذا ما قالوا على أفين ما نعمل عملية. بس هذا حديثي كله ما قالوا معنا بلا ما أشوف الأنجيو سكان من رأسك لأجريكي. أنجيو أبيك أنجي؟ أنجيو أنجيو جي إيه. أنجيو مثل جابي أنجي. أنجيو أنجيو سكان. ميرسي بوكو. أو إذا بدك تعملي حتى كورو سكان أحلى وأحلى بريك كل شيء. كورو سكان. كورو إر مثل ربيع. كورو سكان. كور يعني كورو. كورو سكان. مرسي دكتور. سلامتك اهلا فيك. قبل ما اخذ تاني اتصال بس امال لانه بعثت توضيح يلي كانت عم تقول عندها عوارض سالتها اذا عندك سكري ولازم تعملي فحص المخزون. بتقول المخزون 8.9 كثير عالي. مش اذا عندك سكري سالتها اكيد عندها سكري بتعمل صوره صوتيه مجهود على السريع هيدي مزبوط بتعمل صوره صوتيه مجهود. نعم اتصال. الو 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 نعم بونجور بدي اسال الحكيم عندي انسوفيزانس فينوز وجع باجري لازم اخذ اسبرين؟ ضروري لازم. ايه وتلبسي كولون؟ ايه بلبس. ايه اوكي ميرسي. اهلا وسهلا. الرقم يلي بيخلص بال55
هل بيأثر إذا كل يوم باخد حماية للمعدة؟ بالعكس ما في مشكلة، بس ما حدا بياخد على طول هالقد إذا عنده إلسار. إذا ما عنده إلسار يريح حاله شوي، يعني مع إنه ما في أي دراسات بتقول إنه هذا بيعمل شيء هالدواء. يعني كلنا بناخد منه بالعالم كله، بلبنان أكثر شيء بالشرق الأوسط عندنا هو الأكل تبعنا، بس ما بيمنع إنه يريح حاله يوم يومين. إذا شي يوم ما عنده أكل كتير حامض أو ما عنده كتير حر أو ما عنده منقي زعتر أو ما عنده الكول، بس ما في نهار بتمري بلا هودي فلا عم فيها لا أنا خلاص خود ساعتين حتى المخرج أخذ حبي هلا يلا ناخذ اتصال. الو الو بونجور. بس عديته فوت من كلهم كل يوم. الو انا اهلا الله يعافيك. معك كميل حداد. اهلا كميل. روح يا كميل نسال حكيم. تفضل حكيم. يعطيك العافيه. انا عمري تقريبا 57 58 سنه وعندي مشكله ضغط صار لي تقريبا شي 10 سنين عم بعاني منها. نعم. وعم باخذ 3 ادويه وضغطي حكيمي بيقول لي كله ستريس، يعني عم بضل ضغطي بين 14 15 على 9 10. مع 3 ادويه 14 على 10. صحيح. ده عمرك 57 بتدخن؟ لا. عندك بالعائلة وراثة؟ في. عندك سكري؟ في. بدك تعمل صورة لشرايين القلب، بدك تعطيني اسامي الدواء تحت الهواء. ايه تكرم عينك. اوكي ثانك يو. تكرم عينك. اهلا وسهلا فيك. يعني لما بيكون ليش 3 ادوية؟ انا بتفاجأ ليش الانسان بيعوز اوقات 3 ادوية تينزل ضغطه ما بينزل. بدي اتعلم هول التفاصيل بلكي. 3 سفرات بيكون. 3 سفرات. انت الا ما نعم تحرك شفية. طبعا نانا في اتصالات بيقلي سيمو. بناخد الاتصالات وبرجع بطرح بقية الاسئلة. الو الو مرحبا. اهلا كيفك مدام دكتور؟ سؤال، انا عندي سكري كنت على طول بال 110 120 105 من 4-5 شهور صار عندي مشكلة بالشغل، صار عندي ستريس، فلتت فلتة عجيبة على الاكل. طلع معي 180-190. ساعات هلا من الجمعة ما بعرف وعيت على حالي برف عم باخذ السكر تبعي، بلشت رجيمي، بلشت امشي كل يوم، عم بيرجع بينزل شوي شوي 20-25 ملي جرام، يعني عم برجع بنزل. هلا وصلت 340 يعني. بس انه كان حكافي هذا معناتها انه بعد البنكرياس فيه حياه لبوله. كل حديثك ما بيفيدنا، بدك تعمل لي مخزون السكري. مخزون سكري 7.2 معناتها لا بعدك السكر عندك عالي، بدك تاخذ له دواء بهالحاله. بدك تاخذ له دواء هذا ميتفورمين يعني. مزبوط. اوكي. اكس ار الف حبه او حبتين من عشيه بدك تبلش فيه. ولا بلش اكس ار 750 حبتين من عشيه بتاخذ منه. مش اسمه هذا، مش كيف نمره السياره، مش سمينا السياره. ايه عم جاورني سميره. اكس ار 750 هذا الميتفورمين حبتين من عشيه بتاخذهم، بتعيد فحص المخزون بعد شهرين وبتعمل صوره صوتيه ومجهود لانك مبين عصبي بتحكي بسرعه. مزبوط. اوكي اتكل على الله. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو بونجور. اهلا بونجور. اهلا. قاعدين مع بعض ولا على التليفون؟ ايه انا عندي سكر، سكري 100. دي عمرك؟ عندي انا عمري 57. ايه وعندي وجع بجري يعني وتنميل بجري. ايه وكان عندي جلطة من فترة بس صرت منيحة. ايه عندي كوليسترول بس السكري عندي 100. سكري عندي 100. شو بدي السكري 100؟ ده المخزون السكري. وجع اجريك في كل ما فحصت المخزون. طيب بدك تجيبي المخزون، بدك تجيبي المخزون تحكي لنا تحت الهواء، بدك تشوفي اجريك تعملي صورة صوتية للفريز. عندي فريز انا. عم بقول لك عارف ما عم بقول لك انا انه هيدي ما له علاقة السكري بوجع اجرينا. هلا على 100 ما بوجع اجرينا السكري. بدك تعملي صورة صوتية تشوف قديش قوة الفريز واذا فيه جلطات. انك عاملة جلطة قبل؟ انا عاملة جلطات. ايه عم تاخدي اسبرين؟ اوقات ايه باخد اسبرين. حلو. اوقات ايه عاملي جلطة ممنوع توقفي لك يا مدام. عم تاخدي كلوبيدوغرال للسيلان؟ اخذت فترة هلا موقفة. اذا عاملي جلطة ممنوع توقفي واحد منهم على طول يضل ماشي عليه، بدك تعملي تنقزي معي، بدك تاخدي مسيل للدم. يا هذا اللي بدك اللي اسمه احلى. أيوة. بدك تعملي صورة صوتية للاجرين ضروري. اوكي ومخزون السكري ورجع ادقي لنا تحت الهواء. طيب شكرا لك. تكرم عيونك. اهلا وسهلا فيك سلامتك. كاتي بتقول اذا بدنا نمحي الفريس الرفيع من الإصابة من بدها تسحبهم. فيها تسحبهم بدها تسحبهم. تسحبهم نعم.
هون بدأت ماشي فريز رفيع بعد تسحبهم. نعم. شو انت شو لك علاقة في ما عندك منهم؟ نعم بتقول بيصفروا أصابع إيدي شوي مثالك. بيصفروا أصابع إيدي وشوي بيزرقوا بطل حس فيهم أكثر شيء بس يصير في برد عندي وجع رقبة معقول يكون سندروم ديرينو هيدا بقى يخدوا دواء اسمه إيزوبتين 80 ضروري تحكي تحت لو هذا سندروم ديرينو. نعم. هيدا السندروم عطول بيعمل هيك بس بالبرد. نعم سارة بتقلك بدي اسألك إذا ورق الزيتون بينغلى ومنشربه مفيد للسكر؟ إيه بتشربه على الزيتون إيه بتطلع على الزيتون تشربه إيه بتطلع تعبش على الزيتون بتشربه فوق في ده أكتر. نعم بقولكم عودي الحشيش ما تحكوني عنه أنا لأنه كمان هلأ حضر حالك لسؤال من هالنوع عطوتي هلأ إيه. هلأ عطوتي رقم إيه. بيخلص 299 شو الأكل والخضرة أو الفواكه للسيالين بدال الأسبرين؟ ناس ما بتحب الأدوية. لا انتبه 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 هون هون الأدوية هيدي ما الأدوية يا جماعة يا عالم نحن صرنا بال 2019 الأدوية صارت كلها سوا مدروسة بشكل ما تأذر. نص حبة الدواء بتفيدك قد أربع خسات و12 ملفوف و14 بريكولي فهمت علي كيف؟ تاني شي هودي اللي عديته هلا كل شي فيه أخضر بيزيد السيالين شي 10 20% مش أكتر. يبقى يمنعون هودي مع دواء اسمه سنتروم ناخده تنعمل فحص دم كل 10 ايام حتى السنتروم صرنا عم نعطي شيء محله. نعم. مشان هيك هذا اللي عم نحكي هذا اللي عم نحكي فيه كله سوا يا جماعه ما حدا تكله مزبوط في انواع كل شيء خضره كل شيء خضره لونه اخضر بتقوي السيالين شيء بسيط بس ما كافيه قد حبه اسبرين تطلع قد حبه العدس. مزبوط اي. نعم. احسن ناكل ملفوفه ونعمل غازات ولا ناكل حبه اسبرين وما عندها اي مشاكل؟ فهمت يعني انبسطوا بالاكل وخذوا حبه دواء صغيره قد حبه العدس ومسوقره مسوقره ومدروس وبطل عندها مشاكل. نعم يعني معناش الخس بهالايام مثل ما عم ينزرع حتى لو عم بيجينا من برا ومتمنوا عم نحفز اكيد بضر اكثر من حبه الدواء. اكيد بس بال 77 عمري 59 سنه عم إيه انا عم بحكي قصد لانه حتى ما لا فهمت كيف يعني بطل فينا ناكل لخس ولا ملفوف ولا شيء من الخضرة. الرقم بيخلص بال 177 عمري 59 سنة رجل وقفت الدخان من بعد 40 سنة تدخين ما في مشاكل صحية مجار 59 شو عم بيحس هذا وقف الدخان؟ في شيء لازم نعمله مع العلم ضغط الوسط صورة هيدا أهم واحد 14 على 9 وبيسأل لازم ياخد أسبرين أهم واحد هذا ياخد أسبرين أهم واحد ويعمل صورة صوتية مجهود برافو لأنه وقف الدخان بس للأسف اللي بيعمل تميل مثلنا عنده خبرة قوية اللي بيكون مدخن موقف دخان من 10 سنين ما بعرف شو هالسر بيضل مفعول الدخان بالشرايين بيضل الأذى مش معقولة مش معقولة هالنوعية بس بصير يتباطأ بده يعمل صورة صوتية ومجهود وياخد أسبرين اليوم. نعم أوكي ناخد وضغطه 14 9 مقبول بس مفروض ياخدوا دواء لأنه 14 9 عالميا كلهم بيقبلوها أنا ما بقبلها لأنه إذا هلأ مشي شوي أو نقذ شوي بصير 16 10 لا ما خلي معي عطول نقطتين زارب أنا أنا هيك راسي بس إنه عم بحكي أنا إذا مش أنت نحكي حسب الكتب عالميا 14 9 بس أنا 14 9 ماني بس إذا أكل أكلي فيها شوية مش أكلي شو بدي ياكل في ميك إذا نقذ إذا نقذ أحد الأخبار إذا إجا بلا أي سي ألف قصة وهي قصة في ناخد اتصال. ألو نعم أهلا أهلا هاي مساعة ما جيبوا لنا كيفك مدام ميحة مقابلة على الوزارة اللي مقابلة على الوزارة مش أسيح يحكي مع الحكيم عمل مارو تفضل حبيبي تفضل عبي اسمع تفضل حبيبي ايه حكيمنا كيفك أهلا أهلا ماشي الحال ايه لك حكيم أنا عامل رصورين وكل شيء تمام وماشي بس في عندي مشكلة أجلك بإجري إنه بضلوا النار لا بضلوا نار على السيالين بس اخذت سيالين جديد بس يسيل الدم بينزل كتير على الاجرين اكتر من غيره بدك تعمل صوره صوتيه للاجرين بس مبدئيا بطمنك انه ما نشي جميع ادويه القلب بتوسع الشرايين وبتخلي السيالين ينزل بينزل كميه الدم هي اللي على الاجرين بتحميهم زياده انه سبب انه المشي له تاثير كله بياثر بس سبب التاثير هو الدواء اللي نزل لك المي لتحت يعني هلا شو بدي اعمل تعمل صوره صوتيه للاجرين اذا ما فيهم فريز ايه. بتكشفهم بالليل بس ما يكون في شيء ابدا اوكي طول عمرك حبيبي اهلا وسهلا فيك بس بدي اتمنى يعني ما حدا يجرب بعدنا بزيت المشكل انه بيجربوا يتصلوا على رقم الواتساب وبيطيروا الاسئله فيك تسكرينه في حدا في اعمل لهم بلوك بيصير يعني يوصل فيهم يبعثوا ولا سؤال في اتصال الو في انتخابات الو بونجور اهلا
بدي احكي مع الدكتور بليز. تفضل. دكتور انا ما بعرف اذا متذكرني، عمري 25 سنه وطلع ضغطي مره 18 وبوقتها قلت لي فحص ضغطك على كذا نهار ضلوا نورمال، هيدا الحكي من شي شهرين. بس عملنا صوره للكليوي، بدنا نعمل صوره فحص دم للكليوي وفحص كلها، دخلت مستشفى عملت فحوصات كلها طلعت نورمال. عظيم. هلا من فتره اسبوعين ضغطي عم يطلع 16 11، من عم بياخد دواء 2.5 عم بيقشطل ال 11 على 4. اي خليك على 2.5 نص حبه صبح وعشيه بس، ممنوع ما تاخد دواء. خلص بضلني عم باخده يعني. 2.5 ماشيين، دواء اطفال يعني، هذا ما بياثر على شيء ابدا. بلش نص حبة، وأنا رأيي بدك حبة 2.5 على مسؤوليته. بس كتير عم بينزل لي ضغطي عم دوق 4. طيب خد نص حبة، خد نص حبة صبح وعشية. طيب أوكي دكتور. Thank you. أهلا وسهلا فيك. سؤال، هيدي في معلومة شو رأيك فيها، بيقولهم تحذير من أخذ المسكنات لما بيجعنا راسنا، وبيقولوا أنه كل شيء لازم نعمله ننام على ظهرنا ونعلي إجرينا وبيروح وجع الراس والميجران بخلال دقائق قليلة. أنا هيك شغلات ماني معه، بس أكيد يجربوا كل شيء. أنا ضد الأونتالجيك لوجع راس أكيد، بس مجبورين ناخده، أنا باخد انتبهي. نعم. بس في دراسات من 20 سنة بتقول إنه دواء وجع راس بوجع الراس. طب احكي للأسف ما فينا نحكي بهالموضوع، لأنه دواء وجع راس ما فينا ما ناخده، بضر أقل من غيره. الباراسيتامول اللي منشوب البنادول. نعم. ممنوع تاخدي أكثر من 6 حبات أو 8 حبات بالنهار، فهمت علي؟ وهيدا الشيء لأنه بيأثر على الكبد. نعم. يتسوي البنادول اللي بياخدوه كل العالم بيأذي 20 مرة أدوية القلب كلهم سوا. نعم. بالنسبة للبوزيشن اللي شفته أنا، رفع إجراء وحاط إيدي على خصر ومدري شو، إذا بتريحوا تريحوا، إن شاء الله وقف على الحيط أو وقف على إجراء أو وقف على إيد واحدة إذا هالبوزيشن. بس أنا ما في لوجيك، ما بتقول مزبوط. أوكي إذا قاعد وحده بيرفع إجراء يستفيل. بس منطقيا ما له علاقة، منطقيا ما في بترجع الدم لورا، بالعكس. بس يعني الوقت خلص على السريع، بدنا نجرب يعني كم سؤال نجاوب على الواتساب. لينا بتقول في فسر لنا الدكتور شو هو سندروم يلي حكي يمكن سندروم دورينو. هذا سندروم دورينو كثير مهم، هذا اهم سؤال نسأل اليوم. سندروم دورينو، في عندك عالم ما بنعرف ليش على البرد شرايينهم بسكروا 100%. نعم. 100% خص الاطراف تبع اجرين وايدين، تبعت كيف؟ هودي الاطفال، هودي الاشخاص بيكونوا شباب او صغار بدهم ياخذوا دواء من نوع الايزوبتين، غير هيك او انتي كالسيك، ما غير هيك ما بيمشي الحالهم، تبعت كيف؟ ما بيكون عندهم ولا مرض ثاني ولا شيء بطيبه. نعم. بس هودي اكثر شيء عبد بيصفروا صبيع ايدين او صبيع اجرين وبيزرق، ومظبوطه كثير الخبريه، اسمه سندروم دورينو. ما بنعرف ليش على البرد هودي بيعملوا سباس 100%. يعني هو ضروري ياخذوا الدواء. هذا مرض معروف جدا، مرض معروف جدا، فهمت كيف؟ للاسف اللي بيعرفوا، لان كذا مرض يجوا لعنا عاملين كذا الف صوره ما يعرفوا من شو، نص حب الدواء يطيبه. نعم. في عندي كذا مريض على الهواء هون طيبين على هذا الدواء، على سندروم دورينو. نعم. انا باخذ دواء سيالين، معقولي عندي وجع بكعب اجري، معقول يكون هو السبب؟ لا. ما لا, 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 لا 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 سمير، احلى محطه، احلى مذيع واشطر حكيم، شكرا لك سمير. الكاميرا عم بيخلص 3 8 7. بيقدر اشرب دواء ضغط مع منظم القلب من عشيه؟ ايه بياخذهم مع بعضه من عشيه بعد الاكل، ما بيأس. منى بتقول ولا العظيم اهضم دكتور بالعالم، من سيل عمر. لا عمر. اكسيدرين لوجع هلا بلشوا يبعثوا لي اسامي لانه شو اسمه كمان صبنا الموجز. يعني بدي اعتذر عن تلقي المزيد من الاتصالات لانه الوقت انتهى وصار وقت موجز الاخبار. شكر كبير لكم اصدقائي بنهايه على الموجه سوا. شكري للدكتور توني نعم الاختصاصي بامراض القلب والشرايين، تمييل بالون رسار، كل المشاكل المرتبطه بالقلب. شكرا على رفقتكم، لكم جميعا اطيب تحيه. سميرة أسابلي منير والمخرج سيمو مصور. مرسي.